السلام عليكم، معكم الدكتور هلال منصف، أخصائي في جراحة القلب والشرايين. مع الفريق ديال العمل حنا تنوجدوا دابا واحد 150 حلقة على جراحة القلب والشرايين. الهدف هو نفهم لكم الأمراض اللي تنتكلفوا بها، واش كاين شي حاجة اللي نقدروا نديروها باش نجنبوا هاد الأمراض، وشنو هما الوسائل ديال العلاج. إلا بغيتو تكتشفوا معايا عالم جراحة القلب والشرايين، ما عليكم إلا تبعوني في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب والإنستغرام. غنوجدوا لكم إن شاء الله بزاف ديال لي فيديو اللي تصوروا في فرنسا في كندا وهنا في المغرب، باش نفهموا لكم كل ما يتعلق بجراحة القلب والشرايين. تهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف، ونضرب لكم موعد في الحلقة الجاية إن شاء الله. الله يعاونكم، بسلامة.